هذا سائل يقول: ذكر في أحاديث الشفاعة أن الناس بعدما يذهبون إلى آدم فيقول اذهبوا إلى نوح، وفي حديث أنس رضي الله عنه بعدما يذهبون إلى آدم يقول اذهبوا إلى إبراهيم، فكيف الجمع بينهما؟ لا تفاوت بينهما، يذهبون إلى نوح لأنه أول الرسل ثم يذهبون إلى إبراهيم، ما في تفاوت. نعم.